بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أنا ورفع الرحمن أحمد طبع الله. أنا حاليا مع في حضرة الدكتور محمد إبراهيم عبود نجل الفريق إبراهيم عبود الرئيس الأسبق للسودان. ودار أسأله الحقيقة عن حاجتين, عن قصة التزام الفريق بالزمن, يعني أنه كيف كان مهتم جدا بقصة الزمن والالتزام به, والحاجة الثانية قصة بتاعت طباخ السوداني اللي حصلت معه مشكلة مع السفير اللبناني في ذلك الزمان. فتفضل دكتور. طيب, أنا محمد إبراهيم عبود, و القصة اللي ذكرها دكتور أنور بخصوص الطباخ السوداني, أنا الوقت ده كنت في كلية الهندسة في بريطانيا, ولكن عارف بعض التفاصيل منها. أنا سمعت أنه كان في معاملة غير كريمة من السفير اللبناني, إنه أساء معاملة الطباخ السوداني معه, والطباخ استاء وطلب يقابل الوالد, والوالد كان يعني الوصول له سهل, يعني ما كان في بريرز وحواجز وإلى آخره, فجاء قابل وحكى له وقال له والله أنا حصل لي كذا كذا من السفير اللبناني. فالوالد استأمن الحكاية دي وطلب من مدير مكتبه إنه يتصل بالمراسم في الخارجية ويطلب مقابلة السفير اللبناني. فيما بعد السفير اللبناني قال يعني هو انزعج ليه, يعني يطلب رئيس الدولة في حاجة, وابتدى يفكر في مشاكل في العلاقات الثنائية بين لبنان وكذا. فجاء الوالد قابله وقال له والله احنا عندي كل المواطنين السودانيين ذا سيم, سواء كان مهندس أو طبيب أو ضابط في الجيش أو حتى أي واحد من الرعية. فأنا عرفت أنه الطباخ السوداني معاك وسيئت معاملته, وأنا يعني الحكاية دي مسيئة جدا جدا له. فما بتذكر باقي التفاصيل حصل شنو, لكن السفير اعتذر للطباخ وناداه واعتذر له اعتذار كامل, والمهم القصة صفت. ومن اليوم ذاك الطباخ ثاني رجع للوالد قال له والله المقابلة كانت كويسة والرجل احتضر وأنا قلت احتضر. يا سلام.